اسمي دينا نائل عبد الأحد، مسؤولة خدمة واحة الحنان لذوي الاحتياجات الخاصة. تأسست الواحة 17/5/2009. احنا طبعا اذا عندنا 20 من الأخوة و18 من الكادر، تشمل كل الطوائف المسيحية. احنا تابعين الكاتدرائية القلب الأقدس كلدانية. طبعا مرشدنا الروحي هو الأب قيس ممتاز. لقاءاتنا الشهرية تكون مرتين بالشهر، نلتقي بها ويا الأخوة، تكون خلال هذه لقاءات درس تعليمي، ناخذ نص من الإنجيل، درس ترفيهي يضم ألعاب، دروس خاصة ثانية تضم الشغلات اللي شلون يتعامل الأخ. احنا ما نسميه معاق، احنا نسميه أخ. الأخ شلون يتعامل ويا المجتمع. احنا كل الأعمار عندنا، وشعارنا هي إذا أردت رؤية الأخ فانظر إلى أخيك. من خلال نشاطاتنا دائما الكادر يقوم بزيارة الأخوة في بيوتهم، مسوين جروبات خاصة. خلال لقاءاتنا التعليمية نسوي دائما عيد ميلاداتهم، نحتفل كل شهر بعيد ميلاد الأخوة اللي مواليدهم هالشهر، ودائما نتابعهم اجتماعيا دينيا صحيا ثقافيا. بعض منهم من يجي يكون انه مدى يتقبلنا، مدى يرحب بينا، فمن خلال انه شاف باقي الأخوة الموجودين صار نوع من التلاحم، يعني حتى الأخوة بيناتهم صارت علاقة صداقة وعلاقات عائلية، يتزاورون. يعني الأخ من دا يجي للدرس يكون قاعد والأخ اللي يعتبر الصديقة وأخوه يقعد وياه، وكل واحد من الكادر، كل واحد من الكادر عنده أخ خاص بي، أو خلينا نقول الأخ يعتبر هذا من الكادر صديق له، يسأل عليه، يدور عليه، فإحنا هاي العلاقات موجودة. طبعاً بالإضافة إلى لقاءاتنا تكون من خلال لقاءاتنا مقاسمة الإنجيل، يعني الأهالي الأخوة يقعدون بغير غرفة يأخذون نص من الإنجيل، فإما الأخت مادلين أو أبونا قيس يتكلم معاهم، يقرون من النص، يوضحون النص شنو اللي يحتوي، فالأهالي من خلال هذا النص يحكون مشاكلهم، ظروفهم، وشنو اللي نقدر نساعدهم. احنا طبعا مو بس هاي اللقاءات اللي عندنا، احنا دائما كل قريب عيد الميلاد او عيد القيامة نفكر بيهم قبل ما نفكر بنفسنا. فاخر نشاط لنا كان سوينا سوق خيري كبير، ضم كل الاخوة ويانا، كان مشاركة اعمال يدوية، مشاركة من الكادر، الاكلات اللي صارت، حتى سوينا يا نصيبا لنا من هالشغلة. قمنا سوينا حتى المجتمع يعترف على، يعني يتعرف على واحة الحنان. عزمنا كل طوائف من مسيحيين، عزمنا كل المسلمين، اخواننا المسلمين، حتى عزمنا منظمات المجتمع المدني حتى يطلعون على نشاطنا. تحية من كركوك، مصافقة قوية لأخواتنا في بغداد.